آه، كم أكره محمد هذا الذي يدعي أنه نبي آخر الزمان، وكم أتمنى إيذائه، ولكن كيف أؤذيه؟ فإني أخاف من بطش أصحابه، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد وجدتها أؤذيه في الخفاء، والناس جميعا نيام. سأنال منك يا محمد، سأنال منك يا محمد. وما أدراك يا محمد أني مريض؟ أو كنت تعلم يا محمد أني أنا الذي أوذيك؟ آه يا محمد، كم أنت طيب الأخلاق، وكم أنت متسامح. بعد كل ما فعلته لإيذائك، تأتي لزيارتي وتتمنى لي الشفاء. حقا إنك لعلى خلق عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.